بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة التاسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع محمد حسن إدريس، سوداني مقيم في المملكة. يقول: إذا صلى إنسان صلاة نافلة وأثناء صلاته انتقض وضوءه، هل يقضي تلك الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالأفضل بهذا أن يتوضأ وأن يصلي هذه النافلة التي شرع فيها، وأن هذا فيه خير له وأجر له، فهو يتوضأ ويستأنف هذه الصلاة وإن كانت نافلة، لأنه بحاجة إلى الأجر والثواب. نعم. جزاكم الله خيرا. أحسن إليكم. بعد هذا رسالة من المستمع عماد حملان فريسان من الأردن الزرقاء عوجان، يسأل ويقول: ما حكم الجمع بين صلاة الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء في أيام الشتاء؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز الجمع إلا في أحوال المرض، إذا احتاج المريض إلى الجمع فإنه يجمع، وكذلك المسافر إذا احتاج إلى الجمع، مسافر لم يقصر الصلاة إذا احتاج إلى الجمع يجمع، وكذلك في حالة المطر في البلد إذا كان هناك مطر شديد يبل الثياب ويتأذى الناس بالخروج في المطر، وكان هناك وحل يطول في طريقه إلى المسجد يتأذون به، ففي هذه الحالة يجمعون بين المغرب والعشاء، هذا هو المشهور المعروف عند أهل العلم. أما بين الظهر والعصر فهذا فيه نظر، والأحوط ترك الجمع بين الظهر والعصر في هذه الحالة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم القنوت في صلاة الفجر وبشكل يومي، وهناك من يسجد سجود السهو إذا لم يقنط؟ الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر إلا في حالة النوازل التي تنزل من المسلمين، فإنه يقنط في صلاة الفجر وفي غيرها من الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر يدعو على قوم من الكفار ضايقوا المسلمين وآلوهم، وقنت صلى الله عليه وسلم كذلك يدعو لأناس من المستضعفين من المسلمين الذين وقعوا تحت قبضة الكفار لأن يخلصهم الله عز وجل منهم. هذه أحوال طارئة وأسباب ظاهرة، أما المداومة عن القنوت في صلاة الفجر فهذا وإن قال به بعض الأئمة لكنه قول مرجوح ولا دليل عليه، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد سئل بعض الصحابة الذين صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر رضي الله عنهما، هل كانوا يقنطون في صلاة الفجر؟ فقال: هذا أمر محدث، أي هذا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد خلفائه، فعلى هذا لا يجوز الاستمرار على هذا الشيء بعدما تبين أنه غير مشروع، وإن قال به بعض الأئمة فإن العبرة بما دل عليه الدليل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الوسوسة التي تراود الصائم أثناء صيامه من نوافل؟
بأنه لو يفطر ولا يصم. ومن هذا الكلام هل لذلك تأثير على الصيام؟ جزاكم الله خيرا. الوساوس لا تضر الإنسان إذا عرضت له في أثناء العبادة، لا في صلاة ولا في صيام، لأنها من الشيطان. فعلى المسلم أن يرفضها ولا يلتفت إليها ويمضي في عبادته من صيام أو صلاة أو غير ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: أخوكم في الله نواف عيادة يسأل ويقول: هل يجوز المسح على الحذاء أو الكنادر أجلكم الله، سواء كان ساترا بمحل الوضوء أو كان غير ساتر بمحل الوضوء؟ والجهنة يحفظكم الله. لا يجوز المسح على الخفين ولا على الجوارب إلا إذا كانت ساترة للرجلين، تكون ساترة للكعبين وما تحتهما سترا كاملا، حينئذ إذا لبسهما على طهارة جاز له المسح عليهما، للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، كما حبب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأمته. أما المسح على ما لا يستر القدمين أو أحدهما فإنه لا يجوز، لأن ما ظهر من القدمين يجبه الغسل، ولا يجتمع المسح والغسل في آن واحد، فلا بد أن يكون الملبوس على الرجلين ساترا لهما سترا كاملا، والنعلان لا يستران القدمين فلا يمسح عليهما، إلا إذا كان تحتهما جوارب ساترة فإنه يمسح على الجوارب، وإن أراد استصحاب النعلين دائما ولا يخلعهما فلا يمسح عليهما مع الجوارب. أما إذا كان يريد خلع النعلين من الخفين القصيرين فوق الجوارب مثل ما يستعمل الآن، يخلعون الناس أحذيتهم عند الدخول في المكاتب أو في المنازل أو في المساجد ويمسحون على الجوارب الساترة، فإنه لا يمسح على الأعلى، لا يمسح على الخف القصير أو على النعلين، وإنما يمسح على الجوارب مباشرة من أجل أن يتمكن من خلع ما عليهما ولا يتأثر بذلك وضوءه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل أذكار النوم تقال في نوم الليل أو في كل نوم؟ الوارد أنها في نوم الليل. استعمال الإنسان للذكر في كل أحوال شيء طيب، كون الإنسان دائما يستعمل الذكر في نومه وفي يقظته وفي جميع أوقاته المناسبة هذا شيء حسن وعمل صالح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المجتمع سلمان حا من الأحساء، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: علي نذور كثيرة وقد أخرت بعضها لمدة طويلة بدون عذر، هل علي في ذلك إثم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. يجب الوفاء بنذر الطاعة، إذا كانت هذه النذور نذور طاعة فإنه يجب الوفاء بها ولو تعدلت، لقوله سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ولقوله تعالى: وليوفوا نذورهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة واجب ولو تعدلت النذور وهو يستطيع الوفاء بها فإنه يجب عليه ذلك، لأنها أصبحت دينا في ذمته واجبة لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقضوا الله، الله أحق بالقضاء. وقد جاء في الحديث أن قوما في آخر الزمان وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف مذمومة، منها أنهم ينذرون ولا يوفون. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا المستمع: أبي وأمي يشتغلان، وحين استلام معاشهما يقوم أبي بأخذ نصف معاش أمي بحجة أنه القائم بمصروفات البيت، وأمي غير راضية عن ذلك، ولكنها تضمر ذلك في نفسها لتلافي المشاكل عن البيت والأسرة، هل له حق في ذلك؟ وإذا لم يكن له حق ماذا يمكننا أن نفعله تجاهه ونحن أبناؤه؟ جزاكم الله خيرا. هذا يخضع للشروط التي بينهما، فإذا كانت إذا كان اشترط عليها أنه لا يسمح لها بالخروج ولا العمل إلا أن تعطيه من الراتب، فالمسلمون على شروطهم، يجب عليها أن تفي بالشرط وأن تعطيه ما شرطه عليها. أما إذا لم يكن اشترط عليها فالأصل أن مالها يكون لها، وأن كسبها يكون لها إلا ما طابت به نفسها له. وعلى كل حال إذا كان هناك إشكال
الانفصال بين الزوجين في عمل المرأة وخروجها من البيت، هذا من حق الزوج أنه يمنعها أن تبقى في البيت، إلا إذا كانت شرطت عليه عند العقد أنها تستمر في العمل وصبر هو بذلك، فالمسلمون على شروطه. أما إذا لم تكن شرطت عليه فإنه لا يجوز لها الخروج من بيته إلا بإذنه، لا لعمل ولا لغيره. الزوج له سلطة وله ولاية. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كيف نعمل نحن ونحن أبناؤه تجاه هذه القضية بين الأب والأم؟ إصلاح، عليكم بالإصلاح بين الأب والأم وتسوية النزاع. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: أوصى لقمان ابنه بالصلاة كما جاء في القرآن الكريم، هل فرضت الصلاة في ذلك الوقت أو ما المقصود بها هنا؟ جزاكم الله خيرا. الصلاة مشروعة لجميع الأمم السابقة، وإن اختلفت في كيفيتها أو في أوقاتها لكنها مشروعة. فعيسى عليه السلام يقول: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وإسماعيل عليه السلام يقول الله عنه: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. الصلاة مشروعة للأمم السابقة بلا شك، بنص القرآن والسنة، لأنها عبادة عظيمة، هي من أعظم العبادات وأجمعها لأنواع العبادات المختلفة، من عبادات قلبية وعبادات بدنية وعبادات مختلفة وفعلية، من ركوع وسجود وقيام وقعود، فهي عبادة عظيمة تشتمل على عبادات متنوعة. بعد هذا رسالة من أحد المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه: إنما له مشكلة عائلية مع زوجته وأهل زوجته، إذ يقول: إنني متزوج لكن زوجتي دائمة الشكاية من والدتي، ووالدتي ليس لها أحد بعد الله إلا أنا، ونتيجة لذلك الخلاف ذهبت الزوجة إلى بيت أهلها ورفضت العودة إلى منزلي، ثم بعد 4 سنوات من الهجران طلب أهلها أن أقوم بتأثيث بيت جديد، كيف توجهونني؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا حصل مثل هذا ولم تنقاد الزوجة لسكنة مع أمك وطلبت منك بيتا مستقلا، فإن هذا يجب عليك. اللهم استعان. ولكن ينبغي أن تسعى بالتوفيق بين أمك وزوجتك وتنظر ما هو أصل الإشكال وتحل هذه المشكلة، وسيوفقك الله إن شاء الله إذا حسنت نيتك وحرصت على رضا أمك، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأحسن النية واسعى بالإصلاح، فإذا توقفت الأمور على أن تجعل لها بيتا مستقلا وأنت تريدها وترغب بقائها معك، فهيئ لها بيتا ويكن قريبا من سكن أمك من أجل أن تجمع بين الأمرين. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: أخوكم في الإسلام محمد نون ألف بعث يسأل ويقول: والدي تجاوز 50 عاما وهو بصحة جيدة والحمد لله، ولكنه عصبي جدا وقاس جدا علي وعلى إخوتي، وذلك بسبب خلاف قديم من عمره 20 عاما بينه وبين أهل أمي، وهو يعاملنا معاملة قاسية جدا جدا حتى إنني لم أعد أطيق العيش في المنزل، وجهوني ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. عليك بالصبر والاحتساب والبقاء مع والديك، وعليك أيضا بإصلاح ذات البين مهما أمكنك ذلك، ليس هناك وسيلة غيرها إلا السعي في الإصلاح والصبر على ما ينالك من والدك، وأنت على خير إن شاء الله. نعم، يوجد في قريتنا شيخ تجاوز 100، بعد صلاة الجمعة يذهب الناس إليه ويقبلون يده، هل هذا حرام أم جائز؟ إذا كان هذا من باب السلام والتقدير فلا بأس بذلك بكبر سنه، وهذا مشروع، إجلال للشيبة المسلم إجلاله واحترامه مشروع، أما إذا كان تقبيل يده من باب التبرك به فهذا لا يجوز. نعم،
أنا شاب عمري 21 عاما أصلي وأصوم والحمد لله، ولكن اعتدت على لعبة معينة، أسألكم عن الاستمرار فيها، هل أستمر أم لا بد من الإقلاع عنها؟ جزاكم الله خيرا، وأمارسها من أجل التسلية. اللعب من حيث هو المسلم في غنى عنه، المسلم في غنى عنه، إلا الشيء اليسير الذي لا يؤثر على الدين ولا يؤثر على طلب الرزق، الشيء اليسير منه مباح. أما الكثير أو الذي فيه إساءة إلى الدين أو تعطيل عن طلب الرزق فهذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى ما ذكر اللعب إلا مذموما. نعم، جزاكم الله خيرا. ماذا يجب على المسلم أن يقرأ بعد انتهاء الصلاة غير آية الكرسي؟ وجهونا أثابكم الله. نعم، ماذا يجب على المسلم أن يقرأ بعد انتهاء الصلاة غير آية الكرسي؟ الوجوب لا يجب قراءة شيء، ولكن يستحب أن يقرأ آية الكرسي وأن يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين بعد كل صلاة، ويتأكد هذا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، يتأكد في بعد هاتين الصلاتين وفي غيرهما من الصلوات، وهو زيادة خير وورد وذكر الله عز وجل، لكنه لا يجب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع مصري رمز إلى اسمه بالحروف واو عين ألف يقول: أنا مقيم في مكة المكرمة وأريد أن أحضر أم زوجتي لمكة لأداء العمرة ولأداء فريضة الحج إن شاء الله، ولكنها سوف تأتي بدون محرم لها، فهل يجوز لها ذلك علما بأني إن شاء الله سوف أنتظرها في مطار جدة وأصحبها لمكة؟ هذا لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج ولا لغيره إلا ومعها ذو محرم. الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، والأحاديث في هذا كثيرة وهي في الصحاح، فلا بد من المحرم للمرأة في السفر، سواء سافرت عن طريق الجو أو عن طريق البحر أو عن طريق البر، على أي وسيلة كانت من وسائل السفر. لعموم الحديث، فإذا أردت أن تحسن إليها وأن تحضرها للحج فسافر إليها وأتي بها، إلا أن يكون هناك محرم غيرك يأتي بها، فهذا واجب أن يصحبها المحرم. نعم، رجل مقيم في جدة ذهب إلى مكة المكرمة وبات عند أصدقائه وأراد أن يعتمر، فخرج إلى مسجد التنعيم واعتمر من هناك، فهل يجوز ذلك أو لا؟ إذا كان لم ينوي العمرة إلا بعد ما وصل إلى مكة فإنه يخرج إلى التنعيم أو غيره من جهات الحل فيحرم بالعمرة. أما إذا كان ناوي للعمرة من جدة فإن ميقاته يكون من جدة، فإذا أحرم من مكة وهو قد نوى العمرة من جدة فإنه يكون عليه دم، لأنه ترك مكان الإحرام الواجب عليه، فيكون عليه فدية، يبشاة في مكة يوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا، وتكون هذه الشاة مما يجزئ في الأضاحي. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أعلم أن من السنة أن يقول المسلم في آخر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، هل يجوز أن أقول أيضا بعد هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ نعم، هذا مشروع ووارد أيضا إن شاء الله، ويتخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتخير من الدعاء أعجبه إليه يدعو به، والدعاء قبل السلام فيه فضل عظيم وأرجى للإجابة. نعم، جزاكم الله خيرا. أعرف أن الزكاة على الذهب إذا وصل حد النصاب 85 جرام، هل هذه الزكاة تخرج على الذهب الذي يستخدم للزينة فقط؟ إذا بلغ الذهب الذي يلبس على النساء بلغ النصاب وهو 92 غرام، فالعلماء اختلفوا في وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، فإذا زكيته أو زكيتيه من باب الاحتياط فإن هذا أبرأ للذمة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من العقبة المستمع إبراهيم عبد الله يسأل ويقول: اعتمرت العام الماضي أنا وأخت لي في رمضان وأدينا مناسك العمرة جميعا، إلا أن أختي قالت لي بعد الانتهاء من العمرة إنها لم تصلي ركعتي الطواف لأنها لم تعلم بذلك ونسيت، ونسيت أن أخبرها بذلك، هل ركعتي الطواف واجبة وهل يلزمنا شيء الآن؟ جزاكم الله خيرا.
خيرا. ركعة الطواف سنة وليست بواجبة، بواجبتين، والعمرة صحيحة إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. صليت على قارب صغير في البحر وأنا جالس ولم استطع القيام لعدم توازني، وخفت أن أسقط في البحر بارتفاع الموج، فأخبرت شيخ البلدة عن ذلك فأخبرني أن أصلي جالسا لحرمة الوقت ثم أعيد الصلاة بعد الخروج إلى الشاطئ، وقد أعدت الصلاة أخذا بالحيطة، فهل هذا الكلام صحيح حيث أنني لم أستطع الخروج إلى الشاطئ لأصلي واقفا لضيق الوقت؟ جزاكم الله خيرا. ما فعلته هو الواجب، فإذا خشيت خروج الوقت وأنت في البحر ولا تستطيع القيام فإنك تصلي جالسا، بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كنت لا تقدر على القيام والوقت سيخرج وأنت في البحر فإنك تصلي وأنت جالس، لأن هذا هو ما تستطيعه ولا يتلزمك الإعادة، لا إعادة عليك، لأن صلاتك صحيحة والحمد لله. القيام إنما يجب مع القدرة، أما إذا لم تقدر فإنه يسقط عنك ركن القيام. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا ما أفتى به شيخ القرية غير صحيح؟ ما أفتى به لا دليل عليه، فهو غير صحيح. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.